في قبيلة مزينة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة نشأ الفتى عبد الله المزني يتيم الأب، فكفله عمه وكان رجلا ثريا من سادات العرب. أحبه وأغدق عليه العطاء والدلال، فعاش في رفاهية ورغد، وكان الإسلام قد أشرق نوره في أم القرى. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة مروا بمزينة. التقى عبد الله بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رق قلب الفتى إلى سماحة هذا الدين فأسلم وأخفى إسلامه، وكان ابن 16 عاما. بلغ عمه ذلك فخيره: لئن فعلت واتبعت دين محمد لأنزعن منك كل شيء أعطيتك. قال: فإني مسلم. فنزع منه كل شيء حتى جرده من ثوبه، فناولته أمه بجادا كساء من قماش غليظ، شقه نصفين واتخذ منه إزارا ورداء، وخرج مهاجرا في سبيل الله، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ذا البجادين. صحب ذو البجادين الحبيب صلى الله عليه وسلم وتعلم القرآن وحفظه، وكان فاضلا كثير التلاوة والدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم فيه: إنه أواه. جاهد عبد الله في سبيل الله، وفي غزوة تبوك سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادع لي بالشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حرم دمه على الكفار. يومها أصيب بالحمى وتوفي وعمره 23 عاما. حفر أبو بكر وعمر قبره، وأنزله النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيديه وقال: اللهم إني أمسيت راضيا عنه فارض عنه. ذاك الصحابي الجليل ذو البجادين عاش في الإسلام فترة وجيزة رفعته منزلة عالية عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فكان من الذين أثنى عليهم المولى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.